بلات 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 شوف شوف ملي عيط لك علاش ما تيقتيش زعما قلنالك راه حنا عيطوا لك برنامج اسمح لي كاين اللي كيعيط ليا وكيقول لي ما كرهتيش الشو قبل قبل وانا ذاك راه رشيد الشو كيعيط لك كيقول لي ما كرهتيش الشو انا منين قال لي رشيد الشو صافي ما كنتقش قول عندك المعجبين بزاف كاين الحمد لله تبارك الله عليهم وكنشكر الجمهور اللي جابونا ان شاء الله كيفاش كيتعاملوا معك في الزنقه سي احمد الحمد لله ثانك 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 سي تري بيان تري بيان سي تري بيان الحمد لله الحمد لله كان يعني لا حيا كي داير؟ لا حيا حيا حياتك واش حياتك شوف ما تديش على كيكو كيكو ايوا الحمد لله ردوا على حتيكو حياتك قلت لك من انا عندي بوطه بوطه بميضون بوطا ما زود زعما بغيت الدنيا بوطا زود سميتو؟ اللي مثلت راه حسن في التشعيبيه شنو سميتها؟ ما عرفتهاش اللي مثلت راه حسن في التشعيبيه بوطا زود انا مع بوطا زود يا هذيك لا لا قال لي قال لي بوطا ما زود تحيه ليها تحيه لدنيا بوطا زود بارك الله عليكم دابا عايش بوحدك ولا مع الاسره ديالك؟ لا لا دابا خدام انا فين؟ خدام بن سليمان اقليم وخديتي كونجي؟ انا راه كونجي دابا دابا كونجي كونجي شوف هاد الكلمه تيلمون عجبت الناس المغاربه بغاوها بزاف بزاف داروا واحد الفيديوهات ديال داب سماتش غادي نخليك ايكو نخليك انت والجمهور يكتشف هاد الفيديوهات تيلمو الناس كيحبوك كلشي دار عليك فيديوهات نشوفهم مرحبا مرحبا احمد هاد السيد هذا غادي يبقى مبرزتك ثق بيا ما يخليكش عزيز عليا واحد اجي هنا بلاصتي ها اجي بلاصتي سير سير مرحبا سير سير تبرزتو شوف شكون هي الشخصيه اللي كتعجبك انت في الانترنت ما كنتبعش لا داك لا طنيت عندك فيسبوك عندي ما لا ما كنشوفش الفيس وهذاك الشيء ما كنتبعش علاش ما عندكش كونت فيسبوك لا ما كنفتحش الفيسبوك وهذاك الشيء ما كنتبعش علاش لا المشاكل فيه وهذا ما كنتبعش ولكن ترى كاين هاكا في فيسبوك منك ها من انا اربعه انا راهي واحد عطاني الله لا زعما شحال واحد داير كنت كنت خدام كنت خدام يلا عاد كونجي انا عادي قبل كتفرج في البرنامج رشيد الشو رشيد الشو يا كنتي كتشوف البرنامج عجبك ديما كنقلدها بصح والله العظيم قلدها قولها رشيد الشو عجبات احمد حنا والله ما تسخينا بك ولكن تبارك الله عليك بغيت ندير معك واحد اللعبه مع ايكو زوينه لعبه ديال الكاسك لا 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 اسمعني غتعجبك كنخاف من هذا الشيء لا ما تخافش سي الشرقي شوف شوف دوختيني انا دوختيني انا شوف بغيت نلعب معك واحد اللعبات معنا اييه بغينا ندير واحد اللعبه ديال الكاسك دابا حنا غندير لك موسيقى انت اييه وهو غيقول وانت خصك تعرف الكلمه سير السمسليو في المدو مسيو مسيو لا لا نعطيك كلمة سهلة اسمع البابوش البابوش برافو عليك فيسبوك فيسبوك شويكوند دوليو قول شي كلمة سواحد سواحد أنا نقول لك تيك شبيلة الشبكة تيك شبيلة بارك الله عليك
الله يحفظك تبارك الله عليك. جلس جلس جلس. ها جي جلس. ها خليها عندك خليها عندك. تبارك الله على السي احمد، شكرا على تبارك الله عليك انت السي رشيد، وتبارك الله عليك في هذا البرنامج، وزعما راك مشهور عالمي وعندك هذاك الشيء. الله يحفظك لي ناضي ولدا. وكنشكر الجمهور. واش عندك شي كلمه؟ كنشكرهم تحياتي. بغيت تقول شي كلمه للجمهور اللي كيبغيك؟ والله تنقولها. شنو تقول؟ قول لهم هنا. تبارك الله. لا هنا هنا. فين؟ في الكاميرا. كاميرا خفيه. ها؟ الجمهور الناس ديال العاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء كنشكر فيهم بزاف. و تنشكر مدينه بن سليمان اللي فيها الشيء الاخ السرقي السروتي، حتى هو اللي جابني هنايا، وتا هو كنشكره بزاف. والاخ رشيد الشو، حتى هو كنشكره بزاف. والناس ديال بن سليمان وكيكو. وكيكو الدار البيضاء مراكش، مراكش الحمراء. اسمع غادي نقول لك واحد الحاجه، نهار تجي لمراكش قولها ليا. وانا فين تعرفني؟ انا في مراكش. وتعيط ليا عندك فيسبوك ديالي؟ لا وتعيط ليا. مرحبا بك في دارنا. وقت ما جيتي جي عندي الدار. انا نجي مرحبا بيا. مرحبا. الله يحفظ بك الجنه. وصافي والله الا غنكون في الله يحفظ بك الجنه. وتا الاخ رشيد تبارك الله عليه. شكرا سي احمد. سي احمد دابا غادي نستقبلوا واحد الشخصيه واحده اخرى تكون انت كتعرفها في الانترنت، تشهرت في الانترنت بواحد لاكت داروا زوين بزاف عجب الناس. هذا السيد هذا كان فيضان وتدخل انه اعتق الناس، عرفتي شكون؟ اوه بيان سور، شكون ما يعرفوش؟ سيدي نقولها علال قادوس. قبل ما نستقبلوه غادي نخلي الجمهور يتذكر ويتعرف على الصور ديالو من خلال هذا الفيديو. سي رشيد انا راه كنشكرك وكنقول للناس، كنقول لهم هذاك السيد راه كاين. والله العظيم كنقول لهم هذاك السيد كاين. انا بغيناك عيط لينا حتى حنايا كما كتعيط لهذوك، عيط لينا حتى حنايا. استقبلوا معايا مصطفى السملالي. نهار كبير هذا. سي مصطفى السملالي، نقول لك مصطفى السملالي ولا علال القادوس؟ انا السملالي مصطفى بالملاقاه بعلال القادوس. سي مصطفى، انا بغيت مصطفى يبان في هذه الصوره هذا النهار في البرنامج، لان الناس كيشوفوك في الفيديوهات كاين اللي تيقول لك دير هذا الشيء غير باش يتشهر. انت سي مصطفى علاش درتي النهار الاول داك علاش النهار الاول دخلتي في القادوس وحاولتي تعتق الناس وداك الشيء؟ انا الخدمه ديالي كنخدم في الحمام فرناتي، انا كنخدم في هذاك الدرب نيتي يعقوب منصور، خدام والشتا كتصب، كنسمع في الناس كيغوتوا عيالات ورجال. مني طليت بحال ما كنسمع الغوت، عباد الله كيخليو الطوموبيلات ديالهم وكيهربوا، الماء بدا كيدخل الطوموبيلات وعباد الله داخل عليهم الماء في الديار ديالهم حتى لهنا، حوايجهم والفراشه ديالهم كلشي غبار في الماء. انا ما نكذبش عليك، فقدت الشعور ديالي. ما خفتيش على راسك ديك؟ وانا قلت لك ما بقيتش عاقل على راسي، انا فقدت الشعور ديالي. وهذيك البلاصه اللي حليت هذيك الغطايه، راه دوك صحاب ريده عندهم واحد الغانجو بحال ما هكا باش كيقعدوا هذيك الغطايه. انا الله عطاني واحد القوه بجوج صباع، شديت ديك الغطايه وقعدتها بحال ماك، راه كلشي كتشوفوه قدامكم. قعدت هذيك الغطايه بجوج صباع. انت هذا عمل درتيه من قلبك باش تعتق دوك الناس؟ انا خدمت على حب الوطن ونموت على حب الوطن ونموت شاهد. وهاد البلاصه اللي هبط اللي كتشوفوا فيها راه واد، هذاك هو الذكر اللي غادي للبحر، هذا راه واد. هذيك البلاصه هذاك هو الباب ديال البنيه التحتيه. وهذاك البلاصه اللي هبط راه غارقه فيها تقريبا شي 3 متر غرق وكثر، وفيها سلوم. وانا كاع ما عارف السلوم واش كاين ولا ما كاينش، وتلاحيت انا وسط هذاك الشيء. من بعد الشيء اللي عاودتي لنا السي علال، الناس صوروك ولاحوك في الانترنت وتداولات الفيديوهات ديالك والناس ولاو كيشوفوها وكيبارطاجيو. من بعد وليتي مشهور ما بين ليله ونهار، ولا المغرب كله كيعرفك. هذه الشهره واش عجباتك ولا ما عجباتكش من بعد؟ المغاربه كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، كبير وصغير كلشي كيبغيني وكلشي كيشكرني. ولكن هاد الشهر انا ما استفدت منها والو، عباد الله صورت على داري الغرق ديال الفلوس انايا، ما استفدت والو. استغلوك الناس؟ استغلوني الناس.
دابا فين عايشه هلال؟ دابا انا عايشه متشرد ما نكذبش عليك، عايشه انا مره في طنجه، مره في تطوان، مره هنا في كازا، مره في الرباط، كل مره فين؟ كنعزب انا في الفيابيه في الزناقي وفي الجرادي ما نكذبش عليك. انت بطل. بطل لانك درتي واحد الحاجه اللي ما قدروش بزاف الناس يديروها، وقدرتي انك تعاون هاد الناس يعني بالغيره ديالك وبالروح الوطنيه اللي فيك، ما عندي ما يتسالك. حنا البرنامج الا قدرنا نعاونوك حنا نعاونوك. الرساله هي مفتوحه، اللي بغى يعاون علال ولا مصطفى السملالي. السملالي مصطفى. السملالي مصطفى. دونك حنا الصفحه ديالنا اللي بغى يرسلنا شي واحد هي هذه، ومرحبا بك. ايكو كتعرفوا ولا ما كتعرفوش؟ كنسمع به، وراه كان عندك الرمداني وسولوا الرمداني عليا، قال لي اش كتقول على علال؟ قال لي علال عزيز عليا باغي نشوفه. هذا السيد كنشكره الله يرحم ليه الوالدين والله يحافظه من الواد الحرام الله يخليه ديما زوين. الله يحفظك اخويا. انا راجل وعزازين عليا الرجال. علال، واش فراسك بان رئيس الحكومه سي عبد العلا بن كيران هضر عليك في واحد الفيديو؟ غنخليك تكتشف هذا الفيديو. شوفوا الفيديو ديالو. جابوا لي واحد الفان باش ما نقولش قادوس. اللي كان الامام ديال حتى حاجه خايبه. سورتو اجوردي ولات شريفه مع ذاك السي حلال القادوس. يعني شوف شكون عندك القادوس فيه الفلوس سي بيزين، لانه هذوك الناس اللي كيديروا لا كومبونساسيون اي بروديز دي فاكتور سي دو تخاف. كما شفتي سي عبد العلا بن كيران هضر عليك في واحد الفيديو وشكرك زعما. انت دابا تبارك الله كما قلت لك المغاربه كاملين تحترموك، تحترموك لانك درتي عمل انساني، وانا يحصل لي الشرف انك تجلس في ذاك الكرسي. والله العظيم الله يحفظك الله يخليك ديما زوين الله ينصرك لقوم الكافرين. انا كنشكرك ديما ما نكذبش عليك. امين الله يحفظك. انا ديما كنشكرك لانه علاش عندك الرميز الهضره ديالك كاينه ديال الرجال. الله يحفظك. ما كتنز على حتى شي واحد كنهضر معاك. الله يبارك فيك. جينا لعندك هنا كلينا وشربنا، الخير موجود. الحمد لله. مرحبا بك. مرحبا بك. الخير موجود. مرحبا بك. تبغي تقول للجمهور شي حاجه اللي كيبغيك؟ الجمهور هما خوتي وانا اخوهم، الله، الوطن، الميريت. هو انا عندنا الكبلت في المدينه القديمه، كان عندنا نفس المشكل. حتى انا فاش كنت صغير كنت علال القادوس. الاول كان مراكش قالوا لي راه كان وقعت فيه توا شي فيضانات. انا كنت ساكن في واحد الدرب كانت يوقعوا فيه حتى انا هاد الفيضانات، وكنا تنتعاونوا وماشي. بغيت نقول لك الهضره باش تحس بانك راه ماشي داكشي درتي ماشي شي حاجه اللي غادي تقلل منك ولا. حتى انا نزلت للقادوس وزيت منه هذا الشيء وسرحناهم في الدرب ديالنا كانت الشتاء. لا هذا راه ماشي قادوس، راه واد هذيك اللي هبطت. ماشي قادوس انا نوريك، هذاك راه واد هو اللي غادي نبهر. سؤالك الله يرحمك الوالد. انا معاك سي علال. حنا درنا واحد الميكرو تروتوار، هو اننا خرجنا للشارع وسولنا الناس قلنا لهم كيفاش كيجيوكم الناس اللي كيلوحوا فيديوهات في الانترنت. غادي نخليك تعرف معنا والجمهور كذلك على الاجابات اللي جاوبوا الناس، ونتلاقاو بك فرصه اخرى. علال شكرا لك بزاف. شكرا الله يحفظك. ترى ما عندهم ما يداروا، عندهم داك الشيء بحال اللعب ولا الضحك، يبدا يضحكوا على الناس ويضحكوا على بعضياتهم وداك الشيء. مزيانه اللي يلوحوا فيديوهات في يوتيوب، راه كل واحد باش يقلب على طرفت الخبز في هذا الوقت. الا كان فنان ماشي مشكل، واخا تا بغى يتشهر يبين راسه. ولو كيلوحوا شي حاجه خيبه بزاف يعني. يدير شي لبسه جديده ولا شي اغنيه وما فيها والو يتشهر بها، كنظن هذه الطريقه ما خصهاش تكون في المجتمع ديالنا. هنا كونسيسيغ تلوحي دي فيديو ديالك وتحكي كي الناس الوغ كنت نيس دوك لي ديفو تلقاهم فيك ولا شي حاجه. القليل اللي كاين فيها الفائده ماشي بزاف. كاين شي فيديوهات اللي كتدخل تشوفهم في يوتيوب ما كتستافد منهم والو. بالنسبه لي حاجه مزيانه الا ما كانش هذا اللي كيلوح لي فيديو كيقلب على لي فيو، حاجه مزيانه. ولكن بالنسبه لي الا كانت غير مضيع الوقت وكيقلب شي حاجه اللي هي ماديه ويجلب بها المال ما كاينلاش. لكن النهار كامل لاباج كامله عامره بشي حاجه خاويه ما عندنا ما ندير بهذا الشيء. ايكو كنتي جيتي عند الرشيد شو، ولكن فلتي من واحد الفقره ولينا كنديروها، هي فقره ديال الهريسه. صفقوا على ايكو. ايكو شكون اكثر واحد كيضحكك في هادو؟ تختار واحد بصراحه. جاوبك الجمهور شيء طبيعي. شكون؟ حسن الفت.
جمعتني بعلاقة كبيرة وكان سبب وتعلمت منه بزاف الحوايج. واخا أنا شقيت طريقي بوحدي الحمد لله من انطلاقا من عنده، حيت خدمت معاه في 2007 و2009 قبل ما انتشر، وفي الفد تي في درت معاه واش عقلتي على ذاك الدار اللي رابت علينا، وغنيت الأندلسي بالفرنسي، درت معاه بزاف د الحوايج. فهذا هو اللي خلاني أنني نبقى نتشبع به ولدابا، وتنحترم كاع الفنان سعيد الناصري تا هو خدمت معاه في 2005 في الخشبة ديالها سميتو تكلاسيت البرومي في مسرح محمد الخامس في الرباط. حنان الفضيلي راه هذيك عائلة فنية كلهم صديقتنا وحبيبتنا. عبد الخالق فايد تيصيفط ليا ديما مبروك عواشرك، وسميتو خدمت أنا وياه في بلجيكا. فهذو الحمد لله كاع فنانة، ولكن علاقتي بحسن الفد وافكاري كلها او اتجاهي كان اتجاهه. وفيت نشكرك حسن في الدعوه الثاني مجددا على كل ما درتي على اجلي، وانك قربتيني من الجمهور. واخا كما تنقولوا ان الجمهور ما عرفش علاقتي بحسن، انه علمني بزاف د الحوايج سواء فوق الخشبه ولا في التجربه الفنيه. الا بغيتي دير فيلم كوميدي وعندك ثلاثه الاسماء قالوا لك اختار واحد منهم يخدم معاك في ذاك الفيلم، انا نعطيك ثلاثه الاسماء وقول لي الا تقترحوا عليك شكون فيهم تختار. دنيا بوتازوت، زيد فتح جوادي، زيد رشيد رفيق. هادو كاع صحابي. ولكن زعما تتبان فيا حشمت وداك الشيء ماشي. خصنا نعرفوا على لا شعب الجريه هكا، وخصنا نعرفوا العمل شنو هو. أنا قلت لك اختار واحد، إلا تقترحوا عليك بثلاثة شكون فيهم تعزل؟ الله يعطيكم الخير. شحال بغيت ناكل تعريسة؟ باش مسخك الله. إوا عقلوا، عقلوا غادي ناكل عليكم الحار. عندك شي كلينكس؟ كي دايرة؟ ملغومة؟ يلا نتفرج على الله. بيان سير تسرط. ها انت السي رشيد رفيق. ها لا لا الدنيا بوطازوطا السي جواد. ها تنزل الحار على قلب. اوه يا ربي. إيكو خاصك واحد القضية ما عارفهاش عليها الجمهور، وتلقاني تنتصور معاهم وتنغني بعض المرات. والله تنكون تنتصور وتنكون تنقول هاد ديما تلصق فيه واحد المقام تليمان. يلا ديرنا شي موال نوع فيه في المقامات دابا. يلا شي موال. هليلة عيني يا هليلي يا لا 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 يا بنت العطار من تحيبة يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل هل شبيهة البدر إذا مشى ليلا وليس البدر من أشباهك. لاصق فيا هذاك. إيكو قبل الفقرة ديال التحدي كاينة فقرة ديال الصراحة. ندوزوها. ندوزوها. يلا. حقيقة لم تلحق. الناس يعيشون تحت الإغلاء، لم يكن الواقع كذلك. لم أكن أفكر ذات يوم أنني سوف أطيح في هذا المشكل. لم يكن لزوجي الرأي الآخر، كنت أبحث في المدرسة لم نكن في الصلاة. عاصفة ربيعية. دابا المعقول لأن هذه فقرة الصراحة وكتعرف أن خصنا نكونوا فيها معقول. الكذوب ما مزيان. سمعنا بأن كاين شي ناس كيعيطوا لك باش تقدم وتخدم في أعمال خيرية وكترفض. بالنسبة للأعمال الخيرية فأنا الحمد لله ما رفضت شي عمل، ولكن إذا ما كانش في طاقتي راه ما نقدرش. إذا كان عندي التزام وكونترا ما يمكنش، فالرفض ما كاينش.
كاين تفاهم باننا حنا عندنا خدمه، وبالنسبه حتى للاعمال ديالي فرضا هو اللي مكلف، وراك عرفتي هذا الشيء انت، راه ولد الميدان هو اللي مكلف باش انه يوفق ما بين الاعمال الخيريه وما بين سميتو العمل ديالنا اللي تم. بعض الفكاهيين كيقولوا في المغرب بانك ملي كتكون معاهم في شي حفله ايكو ديما تيبغي يدوز هو الاخر، تيبغي يكون هو مسك الختام، وهاد القضيه كيعاتبوك عليها، واش بصح فيك هاد القضيه؟ بصراحه ايكو راه خصك تعرف بانني انا اللي تنخدم هو انني تنجي تنوقف فوق الخشابه الاول والثاني، وداك الشيء تيتكلف به سميتو ماناجر ديالي رضا هو اللي تيتكلف بهذا الشيء الاول. كدوز انت الاخر؟ تندوز انا الاخر رغبه عند الناس اللي منظمين الحفل ماشي انا. فبالعكس انا ما كرهش ندوز انا الاول ونمشي نعاود نشوف الا عندي شي حاجه تقدا ولا، فهما اللي تيوخروني. بالعكس شحال مره تنقول لهم سبقوني وندوز، فهما النظر الحب سميتو ولا تيكون الجمهور جاي على قبلك تيوخروك. وبالنسبه لا الماديات ولا حتى الخشبه، تنعرف انا الموضوع والنص والخشبه والضوء هو تيتكلف كل ما هو اداري. شنو هي نقطه الضعف ديال ايكو؟ هو بحال اش نقول لك، ما فهمتش كيفاش هذه عندي نقطه ضعف في الداخل ديالي. هو تنفكر بزاف، بحال مثلا درت معاك شي حاجه ولا غادي ديتي ليا شي حاجه تنبقى نفكر، ما تنبغيش تنبقى تنفكر بزاف في هذا الشيء، تنصبر. شحال مره تلقى شي واحد تيأثر عليا بزاف هو قريب مني بزاف وتنصبر ليه، فهذه نقطه ضعف فيها ما تنقدرش نواجهه. نقطه الضعف عندي هو مواجهه الاخر، ما تنقدرش نواجه تنحشم. ايكو واش عمرك اجا ذكرتي في الاعتزال؟ انا فكرة الاعتزال هو ماشي كانت فكره صغيره، ربما ان تقاست واحد شي تقاست لي الام ديالي في واحد سميتو، هذا لا يرضى اي واحد. فهذا كانت فكره والدراري صحابي خذوها وانتشرت وكتبوا عليها الصحافه انه الاعتزال. ف صراحة واخا نفكر فيه ما نقدرش نديرو، وما عمري فكرت فيه، جاني هيك فكرة لأنني تندير واحد الحاجة من قلبي لواحد الناس من قلبهم، وشتها في واحد اللحظة بغا تخسر، فما نقدرش نعتزل ونخلي هاد الناس أنني تندخل فرحة على واحد الناس غنحبسهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اللي يبتسم لخوه المسلم عنده صدقة، فالحمد لله فهذا هو الفضل اللي عندي أنا، ما نقدرش نحبس على هاد الناس الصدقة ديالي وأنايا تنتبرع عليهم باش هما يضحكوا، ومين تنشوفهم فرحانين تنفرح أكثر. فسعادتي انا هي سعاده الجمهور اللي كاين. ايكو ايكو وصلنا لاخر مرحله في برنامج تحدي التحدي تحدي يلا شنو جايب ليها شنو شي نفعه ولا شنو ديناصور؟ ايكو كنعرفو انك كتعزف على الالات الايقائيه، داكشي علاش التحدي ديالك اليوم هو انك تعزف على آلة لاباطري وتكون فرقة موسيقية من الضيوف اللي معك وتعزف اغنية ورد البال اللي فوص غادي يخلص. ايكو دربتي الفرقة ديالك مزيان؟ على القرص كنت خدام كونجي دابا كاين دردك ماشي هادشي رانا شي درديك يلا زين مبروك يلا ثلاثة جوج واحد دوب واو هذه ساعة مباركة.